بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدو أن هذا اللقاء من بدايته من المقدمة التي أشرت إليها، مقدمة البرنامج، موجه وجهة معينة. هذه الوجهة مغيب فيها طرف المتهم لأنه ما يتكلمش، يضرب الطرف المتهم. سمعت. تفضل سي حسن. مغيب فيها الطرف المتهم. نورمالمون مشدودين الطرف المتهم. لا لا لا، أنا لا أقصد بعض الأنفار. هي مش محاكمة يا ذوري الحصة، مش يعني احنا باش نحلوا يعني حالة العنف هذه. ظاهرة موجودة في المجتمع التونسي. السياق يدل على أنه هذه الظاهرة أو هذه الحالات، أولا وقع الحديث فيها من الآخر ليس من البداية، كالذي يريد أن يتحدث عن أعراض دون أن يتحدث عن الأسباب. أنا سؤالي كان ما هي الأسباب؟ أيوة. الاجتماعية والثقافية والسياسية، وارتبطت كلها من المقدمة إلى التدخلات الثلاثة. هما أحرار مع اعتذاري إلى زميلي أني لا أريد أن أخوض في موضوع هو يبدو أنه من أنظار القضاء، وأنا أحسب أن الشعب التونسي ثار يوم 14 جانفي ومن أهم مطالبه أن يكون القضاء مستقلا، وعندما نطلب أن يكون القضاء مستقلا يجب ألا نخوض في أي موضوع بالوقائع. أنا أقصد، لا أقصد بالظواهر، فيما هو من أنظاره حتى لا يقع التأثير عليه. يبدو أن التهمة موجهة. ليش محاكمة راي؟ لا 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 البرنامج واضح. لا لا البرنامج واضح. لا البرنامج واضح من السياق أن التهمة موجهة إلى ما هو مرتبط بالإسلام. هذه الأولى. مش صحيح. لا 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 هذا صحيح. أنا لا أتحدث عن إسلامي أي شخص، أنا أتحدث عن سياق البرنامج. البرنامج واضح أنه موجه ضد ارتباط بالإسلام يستشف منه إذا ما تعمقنا في الحديث أنه في آخر الأمر ضد قيم الإسلام، وسأوضح. وسأوضح العنف من قيم الإسلام. أنا لا أتحدث عن العنف، يعيش من فضل يا أستاذة. هذا الموضوع يا أستاذة. أنت أستاذة درسي، من فضلك لا تقاطعيني، اتركيني وتم توضيح فكرتي. خلينا نقدمه به. ما هي إذن الأسباب إذن الاجتماعية والثقافية؟ شو اللي نتحدث على حديث أفريقيا؟ نتحدث على حديث أفريقيا، نتحدث على حديث أفريقيا. لكل مجتمع، لكل مجتمع قيم ومقدسات طبعا تصان ويعمل على صيانتها. بالنسبة للمجتمع التونسي له قيمة مقدسة واحدة هي الإسلام. الإسلام بحقائقه الثلاثة، اكتبها أستاذ. الله، القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف الفيلم هذا، إنما العنوان، العنوان واضح أنه عنوان مستفز يستفز كل ذي شعور يحس أنه يشهد أن لا إله إلا الله وما يتبع ذلك. هل هذا الاستفزاز هل يبرر؟ هذه المقدسات الثلاثة القرآن حدد كيف نتعامل معها. الآية 65 من سورة التوبة واضحة في تساؤل إقراري إنكاري. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.